بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، طلاب الغاليين أهلا بكم. الفيديو ده هو فيديو الوحدة الثالثة من كتاب ماي نيو فريند، كتاب اللي مكتوب عليه 38 امتحان. إن شاء الله إحنا نزلنا الوحدة الأولى كاملة، الثانية كاملة، الثالثة ده فيديو الكلمات، وفيديو القواعد هينزل برضو النهاردة إن شاء الله، وهينزل بعد كده فيديو الامتحان مع المهارات، يعني ثلاث فيديوهات لكل وحدة. حضرتك قبل ما تبدا تسمع الفيديو زي الشاطر، اعمل الكومنت الجميل، اعمل لايك للفيديو، سبسكرايب، لان لما شفت احصائيات القناه الموضوع كان يزعل بصراحه. يعني 54% من اللي سمع الفيديو اصلا مش مشتركين، فيعني لو سمحت زي ما انا كده بقطع من وقتي عشان اساعد سيادتك، انت برضو ما عندكش مشكله انك تشترك في القناه. اعتقد ان هو الموضوع بالنسبه لك يعني فور فري، مش قضيه بالنسبه لك، فلو سمحتوا نقدر بعض كده عشان يعني نقدر نستمر مع بعض. الكتاب المعاصر وصلني النهارده بالسلامه كده، هحل منه اول جزئيه اللي هي الوحده الاولى من الكلمات، وهنزلها علشان نشوف مع بعض كده مين الكتاب الافضل. اتمنى لكم التوفيق، وتعالوا بقى نبدا بسم الله الرحمن الرحيم في اول سؤال معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الفيديو الاول من فيديوهات الوحده الثالثه. اول سؤال معانا بيقول لي they were deeply not into their conversation، يعني في محادثتهم they didn't hear me، هم ما سمعونيش اصلا، اصل هم كانوا مندمجين تماما. كلمة مندمج أو مستغرق اسمها immerse، وعايزك تعرف إن immerse معناها يغمر شيء في الماء مثلا أو في أي حاجة، يغمر البطاطس في الزيت مثلا immerse، يغمر إيده في المية اسمها immerse. وكلمة be immersed into معناها إن هو مندمج في شيء بشكل كبير. delay معناها يؤجل، وعايزك تعرف إنها بتساوي كلمة postpone. postpone دي حضرتك verb بس، لكن delay verb وناون. يعني إيه verb وناون؟ يعني بمعنى يؤجل وتأجيل. طيب comment يعني يعلق، وابروتش دي لها معنيين، ابروتش معناها اسلوب او طريقه، ومعناها يصل او يدنو من، يقترب من، يعني زي come closer كده. The Ministry of Education وزاره التربيه والتعليم has adopted some new educational، تبنت بعض الايه التعليميه الجديده. تعال نشوف كده، crushes دي معناها يسحق، يكسر يعني. cement اللي هو الاسمنت، fabric اللي هو القماش يعني، وابروتشز اللي هي اساليب او تقنيات او انماط. فوزاره التربيه والتعليم تبنت اساليبا تعليميه جديده. The committee اللي هي اللجنة has promised to، وعدت بأنها تعمل إيه في all the recommendations of the meeting، إنها تعمل إيه في كل التوصيات بتاعة الميتنج. تعال نشوف compliment اللي هو الإطراء، المجاملة، يعني حد يجاملك. طيب لو عملنا الـ IDE تبقى مكمل. implement يعني يطبق، immerse يعني يغمر، surround يعني يحيط. يبقى to implement اللي هو معناها أنها تطبق كل التوصيات بتاعة الميتنج. طيب السؤال بعد كده رقم 4 بيقول لك they were the first ones who didn't represent the melody as written. بيقول لك هم كانوا ايه؟ ده هم اول ناس ما ينفذوش الميلودي في الاغنيه زي ما هي مكتوبه. يبقى الناس دول كانوا مبدعين، innovators معناها الناس دي كانت مبدعه، عشان كده هم لم يطبقوا الاغنيه زي ما هي مكتوبه. طب astrologers دي اللي هو المنجمين يعني، astronaut رائد الفضاء، وspeakers اللي هم المتحدثين، واحيانا معناها السماعات على حسب السياق. فرقم 5 يا باشا بقول لك not have brought back some specimens of rock from the moon. specimens دي ممكن تيجي في قطعه بتساوي كلمه sample اللي معناها عينه، s a m b l e. المهم مين اللي جابوا معاهم او عادوا معاهم يعني عينات من القمر او من الصخور من عند القمر. تعال ترجم الاربع كلمات، astronaut اللي هو رائد الفضاء. طب الكلمه الثانيه astrologist اللي هو عالم الفلك، عالم فلك. طب astrologers دول اللي هم المنجمون يعني، astronomer اللي هو الفلكي. السؤال البديهي اللي بيطرح نفسه هنا هو مين يا جدعان بيسافر الفضاء اساسا؟ رائد الفضاء، يبقى astronaut سبرنس رقم دي. السؤال اللي بعد كده بقول لك ذا نوت جوبيتر، جوبيتر المشتري ده عباره عن ايه اصلا؟ او المشتري ده عباره عن ايه؟ عباره عن بلانت يعني كوكب، يبقى اختار له بلانت وش. اوربت يعني يدور، ومعناها مدار. اوربت دي معناها يدور حول شيء اخر، لكن في سبين اللي معناها يدور حول نفسه. يونيفرس اللي هو الكون، وايرث اللي هي الكره الارضيه. I think scientists mustn't not own animals which have the same rights as we do. بقول لك ان اعتقد ان العلماء المفروض ما يعملوش تجارب يعني على الحيوانات، لان الحيوانات دي ليها حقوق زينا بالظبط يا برنس، احنا مش عارفين ناخد حقوقنا، ارحم نفسك. يبقى experiment هنا معناها تجربه علميه، لكن في الجمله دي معناها يجري تجاربا على. experience دي معناها خبره، ومعناها تجربه حياتيه، ومعناها يجرب. Have you ever experienced this kind of tea؟ هل عمرك جربت هذا النوع من الشاي؟ طيب واكسبيرينس برضو من معنيها يواجه، لما اقول مثلا وي ار اكسبيرينسينج باد دايز، احنا نواجه ايام من صعاب. اكسبيرت اللي هو الخبير، واكسرسايز اللي معناها يتدرب. اذا احنا اخترنا كده اكسبيرمنت اللي هي رقم سي اللي معناها يجري تجربه على. اي لايك تو نوت ماي سيلف،
with beautiful things، احب دائما ان اعمل ايه لنفسي بالاشياء الجميله. تعال نترجم around، يعني حوالي، حوالي او موجود. فلما نقول مثلا موبايل were not around in 1999، الموبايلات لم تكن موجوده في 1999. طيب لما اقول لك around 10 people died، حوالي 10 اشخاص ماتوا. surround يعني يحيط يا باشا، وسرندر معناها يستسلم. دي عكس كلمه ديفاي او تشالنج اللي معناهم يواجه. تسبقت يعني يشتبه فيه. اذا الاجابه اصبحت surround. The plan was not fruitful. fruitful معناها مثمر. It made a great success. لقد حققت نجاحا كبيرا. الخطة كانت مثمرة. ايه يا ترى؟ اكيد مثمر دي صفة يا مستر، فانا عايز قبلها ظرف. الراجل جايب لك هنا wonderful يعني رائع صفة. unkindly معناها بلا عطف. hopelessly، hopelessly معناها بلا امل يعني مفقود فيها الامل. ما ينفعش نقول مثمر مع مفقود الامل برضه، عيب عليك. يبقى spectacularly، لقد كانت الخطة ناجحة بشكل مبهر، بشكل ملفت. الجملة رقم 10 بيقول لك our products are not to fulfill. fulfill يعني ينجز. the increasing demand of the market، بيقول لك ان منتجاتنا بيتم انتاجها ايه يعني عشان تناسب المطالب المتزايدة لسوق الشراء والبيع. يبقى اكيد mass produced. mass produced معناها بيتم انتاجها بشكل كثيف. وهنا عايزك تفهم حاجة عن موضوع mass produced دي، ان دي معناها ان بيتم انتاجها بكميات كبيره وباسعار بسيطه، اسمها ماس بروديوسد. طيب ماسيف دي معناها عملاق او ضخم، عايزك تعرف، ودي مهمه. كلمه ماس ديستراكتيف معناها مدمر بشكل كبير، والباقي ده مش عايزينه، اللي هي كتله الراحه والحوار دي ملهاش لازمه. الكلمه الاخيره دي كونكت ذا نوت تو ذا سي دي بلاير، وصل مين يا باشا بالسي دي بلاير عشان نسمع ونتمزج. طبعا احنا ترجمنا استرولوجر قبل كده، سبيكر قلناها برضو، متحدث وكده، ودي مهمه. رينكلز اللي هي معناها التجاعيد. ديتر يو ريتس معناها يدمر او دمار، والكلمه دي مهمه طبعا، مش دي الاجابه، مش عارف انا عملت عليها دايره ليه، بس دي ديتيريوريت معناها يدمر او دمار. قلنا كلمه سبيكر معناها السماعه ومعناها متحدث، فانا بقول لك وصل السماعات بالسي دي كده وشغل لنا اي اغنيه او قران احسن عشان رمضان. Our world is but عالمنا ما هو الا a small part of the not، ما عالمنا ما هو الا جزء صغير من اليونيفيرس اللي هو الكون. فيرس دي اللي هو المقطوعه الشعريه، ما انت عارف القصيده عباره عن لاين 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 لاين، كل شويه لاينات من دول بيكونوا حاجه اسمها فيرس او ستانزا. بروسيس معناها عمليه، وكوميرس اللي هي التجاره. في رقم 13 الراجل بيقول لك the not of the moon is p is prepared with craters، بيقول لك ان الاي بتاع القمر ده مليان بالفوهات، يعني سيرفيس اللي هو السطح، اكيد سطح القمر اكيد، يونيفرس اللي هو الكون، لكن دي سقف المنزل ودي سقف المنزل برضه ما لهمش علاقه بالحوار. وي ماست انكرج، لابد ان نشجع ايه اف ذا كومباني از تو ريمين كومبيتيتيف، لابد ان نشجع ايه لو احنا عايزين شركتنا تفضل كده متنافسه وجميله. تعال نشوف كونكشن ده اللي هو الاتصال، انوفيشن ده اللي هو الابداع، فطبيعي هنشجع الابداع عشان نبقى حلوين. تريتمنت معناها علاج ومعناها معامله. ابلكيشن معناها تطبيق، زي كلمه امبلمنت اللي هو برضو معناها يطبق، نفس الحوار. دونت ايفر كول اني ون ات نوت تايم، ما تكلمش حد ابدا في وقت ايه، ذس از رونج، ده غلط. تعال نشوف كونفينينس اللي معناها الملائمه والمناسبه. انكونفينينس اللي هو عدم الملائمه. طب انكونفينينت معناها غير ملائم او غير مناسب، فانا بقول لك ما تكلمش يا ابني اي حد في وقت غير مناسب عشان كده عيب عليك. لا ده دي convenient، احنا عايزين inconvenient. شفت بقى ميزه انك تقرا الاربع اجابات، ممكن تسرع زي ما انا سرعت فتتصل بشكل غلط. بقول لك انت، بقول لك لا تتصل باي شخص في وقت inconvenient يعني غير ملائم. امال ايه convenient؟ convenient يا باشا معناها ملائم، بتساوي suitable وبتساوي بروبر وابروبريت، كل ده، وممكن كمان كلمه رايت، كل ده كده سينونيم لكلمه كونفينينت. الجمله الثانيه كده بيقول لك لا تتصل بشخص في وقت انكونفينينت يعني في وقت غير ملائم. 16 بيقول لك ذا كمباني هاز سكسسفولي نوت نيو برودكتس اند سيرفيسز، الشركه بالنجاح عملت ايه في منتجات جديده وخدمات جديده. انوفيت يعني ابتكرت، وكرييتد يعني ابتكرت او خلقت، وانتروديوسد يعني ابتكرت وخلقت وقدمت. فالجماعه كده دول كلهم صح، يبقى اول اوف ذيم correct وزي الفل. The game is so not that you feel you are really talking part in it taking part in it، اللعبة دي ايه جدا لدرجة ان انت بتحس كأنك انت فعلا واخد دور في اللعبة وعايش في اللعبة. اكيد immersive. immersive دي معناها مبهر. مال commercial تجاري، cultural ثقافي، و mutual معناها مشترك او تبادلي. حتى تلاقي كده بيظهر لك على الفيسبوك يقول لك عمر ده mutual friend with علي، يعني عمر صاحب مشترك بينك وبين الحاج علي. There are many planets، في الكثير من الكواكب. In the solar في الايه الشمسي، اكيد السولار سيستم اللي هو النظام الشمسي. امال باور دي معناها طاقه، وبانل دي معناها لوح،
ولما نقول سولار بانل الالواح الشمسيه او ديسيبلين دي معناها الانضباط، ودي حاجه حلوه. طيب رقم 19، انا حاولت اعمل الصفحه كده بحيث ان الكتابه تظهر فيها بس طلعت تجربه فاشله، و I'll never do it again. اكسبوجر دي جاي من كلمه اكسبوز، اكسبوز يعني يعرض الى، اكسبوجر التعريض الشيء او تعرض الشيء لشيء اخر. اكسبوجر تو ذا سان التعرض للشمس، كان اكسلريت دي معناها يسرع زي يعني من كلمه فاست وكده، حتى الاكسلريتور اللي في العربيه. ذا ايجينج، ايجينج دي معناها التقدم في العمر، ودي جت في امتحان ثانويه عامه قبل كده في ترجمه. ايجينج از ا ناتشرال بروسيس، التقدم في العمر هو عمليه طبيعيه. المهم بيقول لك التعرض للشمس ده ممكن يسرع الايجينج بروسيس اللي هي عمليه التقدم في السن، انك تكبر بسرعه وتبقى حد عجوز، فده حاجه وحشه خد بالك من نفسك. ميثود يعني طريقه، وسيرجري اللي هي الجراحه منها كلمه سيرجن اللي هو الجراح، واوبريشن اللي هو العمليات الجراحيه. taking these not could seriously endanger your health. endanger دي عامل حاجه معناها يعرض للخطر، فبقول لك تناول هذه الايه ربما تعرضك للخطر. تعال نشوف كده الاختيارات. drugs اللي هي العقاقير الادويه يعني، fact sensors اللي هو الحساسات، وتيشيو اللي هو المناديل، وفاكتورز اللي هي العوامل. اكيد تناول هذا الدراجز العقاقير الادويه هيؤدي الى انك تعرض حياتك للخطر. ما تنساش ان كلمه ان دينجر معناها يعرض للخطر، بتسوي بوت سامثينج ان دينجر، بس ركز لي حضرتك في ان ان هنا اي ان اللي حرف الجر، لكن دي ان دينجر على بعضها كلمه واحده. the patient required not on the right in her right knee. بيقول لك المريض تطلب الامر بتاعه يعني الامر الخاص به، تطلب جراحه على ركبته. كلمه جراحه يعني سيرجري، ريكورد اللي هو السجل ما تنساش، او معناها رقم قياسي ومعناه يسجل. ما تنساش ممكن نقول بريك ذا ريكورد يعني حطم الرقم القياسي، وعكسها مس ذا ريكورد اللي معناها يخطئ الرقم القياسي. فاكتوري يعني مصنع، اوعى تلخبطها مع فاكتور اللي معناها عامل. طب بوزيشن اللي هي الممتلكات، عندنا كلمة في المنهج زيها في القصة اللي هي كلمة بروبرتي، بس خد بالك بوزيشن جمعها بوزيشنز، لكن بروبرتي اسم لا يعد uncountable noun. طيب الجملة رقم 22 بيقول لك the best A for a cold، أفضل إيه للبرد، is to rest and drink lots of fluids. بيقول لك إن أفضل علاج للبرد، عايز علاج، شوف أنت قلتها كده إزاي من غير ما تفكر، treatment. accommodation دي كلمة مهمة ومطلوبة، معناها الإقامة وهي اسم لا يعد. opportunity فرصة، والسينونيم بتاعها chance. application اللي هو طلب التقدم لوظيفة، يبقى انت كده اخترت لي في 22 يا فندم الاجابة رقم دي اللي هي treatment. he has not to reduce the swelling in his brain. هو بيقول لك هو بتناول ايه او عمل ايه يعني علشان يخفف الورم اللي في المخ، اكيد دي عملية جراحية اللي اسمها operation. طب ما تيجي كده ما اقول لك على فكرة حلوة، عايزك تعرف انك ممكن تقول do an operation وممكن تقول perform an operation، بس ايه الفرق بالاتنين؟ هو ده اللي هشرحه لك دلوقتي حالا، خليك معايا. لو قلنا do او perform an operation دي معناها operation دي معناها يعمل عملية لمريض، حضرتك اللي بيعمل كده هو الدكتور، الدكتور اللي بيعمل كده ده دكتور. طيب ادي يا عم كلمة دكتور اللي هو مش عايز يكتبها ليه مش عارف. لا اله الا الله، كلمة دكتور انا مش عايز كتب يا جماعة. المهم حاجة تانية بقى، في حاجة اسمها have an operation. have an operation دي معناها يجرى له عملية جراحية، معناها يجرى له عملية جراحية. ده مين يا فندم؟ ده المريض. علي، علي went to hospital، علي راح المستشفى امبارح after the accident and had an operation، وعمل عملية. لكن دكتور عمر، الدكتور عمر always does or performs operations in the morning، دايما بيعمل عملياته الجراحية في الصباح. طيب كمل لي كده زي الشطور في الجملة رقم 24، بيقول لك they not uses an infrared beam to read vehicles exhaust emissions as it drives past. بيقول لك ان الاي بيستخدم مستشعر يعني عشان يحس بالعادم الموجود في السيارات او الانبعاثات اللي بتيجي من العوادم بتاعه السيارات وهو ماشي في الشارع، اكيد ده الحساس اللي هو السنسور. تنشن دي اللي هو التوتر، وبريشر اللي هو الضغط، وستريس اللي هو التوتر برضو. وما تنساش ان كلمه ستريس برضو بنستخدمها بمعنى يؤكد على. طيب
طيب ابلاستيك، بلاستيك ده اللي هو البلاستيك بس هي برضو معناها تجميل. ابلاستيك ايه سكسسفولي ريبلت مونا's نوز، بيقول لك ان هو عمل مناخير منى الحمد لله واشتغلت تاني، بدات تشم. هو مين اللي بيعملها؟ اكيد دكتور التجميل اللي هو بنسميه بلاستيك. ايه يا ترى؟ تعال نشوف. اوكيوليست طبيب العيون، طبيب عيون. عيون المفروض دي عيون يعني. طيب الحاجه الثانيه الفيترينري اللي هو دكتور بيطري، من فيت يعني سيرجن يعني جراح، وسيستم يعني نظام. فلما نقول بلاستيك سيرجن جراح التجميل اجرى عمليه لتعديل انف الاخت منى. ذا ريجستري التسجيل هولدز نوت اوف اول ميجر اوبريشنز، التسجيل ده بيحتفظ بايه؟ لكل العمليات الاساسيه اكيد، ريكوردز اللي هي سجلات يعني. خد بالك ان كونكورد اللي هو الطياره اللي اسمها كونكورد اكيد ديت ماتشز يعني يوصل، وبرده ماتشز الكبريت ويتشز اللي هي الساحرات. scientists are working hard to find not for cancer، بيقول لك ان العلماء بيعملوا باجتهاد لكي يجدوا ايه للكانسر السرطان، اكيد كيور اللي معناها علاج، وكان ممكن نقول تريتمنت برضو عشان العلاج. كيرس دي اللي هي النقمه او اللعنه. تشير دي فيرب بمعنى يبهج، ونوم بمعنى هتاف. كير فور معناها رعايه لي او عنايه بي. ماي براذر انستولد، انستولد دي معناها ركب اجهزه يعني. بقول لك my brother installed several new not on his smartphone، ده بقول لك ان هو ثبت عددا من الايه على السمارت فون، اكيد التطبيقات يا عم الحاج اللي هي الابس. issue دي قضيه ومعناها عدد في جريده. وكابس اللي هي الغطاء، الكاب بتاع الغطاء اللي هو الغطاء يعني. وكيف اللي هو الكهف. the student is always not their school work to check who did it better، الطلاب دايما بيعملوا ايه في واجبهم علشان يشوفوا مين اللي عمل الواجب افضل من التاني. كلمه راب يعني يغلف، ولو قلنا رابنج بيبر معناها ورق تغليف. سواب معناها يتبادل. اسكيب يعني يهرب، بتساوي كلمه فلي اف ال اي اي. سكيب دي معناها يتخطى او يتجاهل، حتى انت لما تكون بتسمع فيديو او بتلعب لعبه ويجيب لك اعلان فيقول لك ايه سكيب اد، سكيب اد يعني تخطى الاعلانات يعمل حاجه. ذا نوت ميل، الميل اللي هو الذكر. تايجر اللي هو ذكر النمو، ذكر النمر الايه يعني. ويز اراوند 200 كيلو جرامز، بيوزن حوالي 200 كيلو جرام. تعال نشوف كلمه سيفيج، لو انت فاكر وخربوش كان في كلمه بيقول لك ان الهنود دول سيفيجز اللي هم الغجر يعني، اللي هم شعب غجري بمعنى همجي. افريج متوسط، تندر هوملس او طري، وكفرج اللي هي التغطيه. بيقول لك يا سيدي هنا في الجمله ذا افريج ميل تايجر، النمر البالغ الذكر بيزن تقريبا 200 كيلو. طيب راسيزم اللي هو العنصرية يعني is a deeply rooted prejudice، هو انحياز أو تحيز مستأصل. which has not for thousands of years، والذي إيه لسنوات آلاف السنوات. intended يعني ينوي، attend يعني يحضر ومعناها يرافق، exist يعني يوجد، وelect يعني ينتخب. وأنا عايزك ما تنساش المرة 3,723,000 بقول لك إن كلمة exist دي بتساوي be found، ممكن نستخدم مكانها be found، ممكن نستخدم be present، واحيانا ممكن نستخدم مكانها اوكر، وكمان ممكن نستخدم مكانها ايه كمان يا ربي، بي فاوند بي بريزنت واوكر واكزيست، ايه كمان يا ابني قول معايا افتكر معايا اللي معناها موجود. اراوند، اراوند اللي قلناها في الوحده الاولى. اديني مثال، على سبيل المثال موبايلز اكزيست، exist in Egypt، الموبايلات موجودة في مصر. Mobiles are found in Egypt، are present in Egypt. فاكر انت الجملة بتاعت اوكر اللي كان جايبها لك من كتاب من موقع لونج مان، من قاموس اللونج مان، كان بيقول لك minerals occur naturally، يعني ايه المعادن بتوجد بشكل طبيعي in the earth's crust في قشرة الارض. mobiles are not around nowadays، الموبايلات ليست موجودة هذه الايام. ادخل على 32 كده بقلب جامد وقول، بيقول لك فيها the measures that the menus printed on brittly not cords، بيقول لك ان القوائم مطبوعة على كروت ايه بشكل جميل. تعال نشوف illustrated دي معناها مشروح او مفسر، discussed معناها تمت مناقشته، وdebated معناها برضو ناظر او تمت مناظرته، examined معناها مفحوص. فاكيد illustrated ومعنى جمل، معنى الجملة دي ان القائمة، قائمة الطعام يعني، مطبوعة على بطاقات مصورة او عليها صور، يعني يقول لك فرخة مشوية وجايب لك جنبها فرخة عشان برضو تبقى يعني mouth watering زي ما بيقولوا كده الوجبة دي. businesses have a golden opportunity، البيزنس او الاعمال الاداريه والشركات ليها فرصه ذهبيه to not into new markets، انها تعمل ايه في الاسواق الجديده. اكيد import معناها يستورد، expand يعني يوسع، export يعني يصدر، وrequire معناها يتطلب. طب ما تيجي نترجم كده ونشوف مين اقرب فيهم. الطبيعي بيقول لك ان البيزنسز ليها فرصه ذهبيه انها تعمل ايه into new markets
اكيد انها اكسباند. اكسباند هنا معناها يوسع. هتقول لي طب ده يا عم الحاج، طب ليه ما ناخدش اكسبورت يصدر؟ اكسبورت حضرتك يصدر الى، اكسبورت تو، وامبورت يستورد فروم، يستورد من، عشان كده طلعناهم. It was a miracle، لقد كانت معجزة، that she not the pearls of her stillborn baby، اللي هو stillborn اللي هو لسه مولود ومات، الطفل الميت يعني. بقول لك ان لقد كان من المعجزة انها ايه، ميلاد ابنها اللي لسه مولود ومات ده، انها نجت. نجت يعني سرفايفد، يعني من الغريب انها نجت بعد ميلاد ابنها الذي مات بعدها. ضايد يعني مات، وارايفد يعني وصل، وليفد يعني عاش. طيب our company sells computer software at a not price، بقول لك شركتنا بتبيع الكمبيوتر سوفت وير باسعار تنافسيه، اللي اسمها كومبيتيتيف الاولى دي. امال ايه كومبيتيشن؟ دي المنافسه، زي كلمه تورنمنت كده بالظبط. كومبيت ده الفيرب بمعنى يتنافس، وكومبيتيتور ده الشخص او الجهه المتنافسه. احمد بيلعب مع علي، يبقى احمد كومبيتيتور بالنسبه لعلي، وبينهم وبين بعضهم كومبيتيشن حاميه جدا، يعني مسابقه ومنافسه. if you want، لو انت بسم الله عايز. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب. 36 بيقول لك if you want to not fear، لو انت عايز تعمل ايه في الخوف، don't sit at home and think about it، ما تقعدش في البيت كده وتفكر فيه، go out and get busy، اطلع بره من البيت كده وجدعن كده وخليك بني ادم وانشغل بحاجات تانية. كلمة hand يعني يد، ولو قلنا hand in يعني يسلم، conquer يعني يغزو. على فكرة conquer دي اخت overcome اللي معناها يتغلب على. عندك adhere دي معناها يتقيد بيه او يلتصق بشيء يعني. experience دي معناها يواجه، ومعناها خبره، ومعناها موقف زي ما اتفقنا. بس عايزك تفهم كده وتبقى دبدوب وشطور ان كلمه ايه، لو احنا قلنا ان experience دي كده معناها موقف حياتي او تجربه حياتيه، لكن experience كده اللي ما بتتعدش اللي هي اسم لا يعد، دي معناها الخبره، الخبره اسم لا يعد. طيب there is no note that she killed her husband. There are no witness against her. مفيش ولا شاهد ضدها. ده معناها ان مفيش دليل ان هي قتلت زوجها. evidence دليل. خد بالك evidence يعني دليل، ممكن نستخدم مكانها argument اللي معناها جدال، دي معناها برضو دليل او حجة. وكمان ممكن نستخدم كلمة proof، بس proof اسم معدود وargument اسم معدود، لكن evidence والله ما بتتعد. trend اللي انت عارفه اكيد، trend الميل او النزعة. advertise يعني يعلن، وابروتش دي معناها يصل او يقترب من او يدنو من، ومعناها اسلوب او تقنيه. cut the onion into، قطع البصله الى ايه، slices، الى شرائح ايه، don't make big slice، ما تعملش شرائح كبيره، يبقى paper thin. paper thin معناها شرائح صغيره جدا. paper bag اللي هو الكتب الورقيه، وبيبر شيت اللي هو فرخ ورق يعني، وبيبرز دي معناها الجرائد. ما انت عارف اكيد ان كلمه بيبر، وركز في الحته دي عشان دي مهمه، ان كلمه بيبر لوحدها كده معناها الورق عموما. اقول لك مثلا على سبيل المثال بيبر اولويز كمز فروم تشاينا، الورق بيجي من الصين. بيبر از يوزد تو ميك بوكس، الورق يستخدم في صناعه الكتب. لكن لو انت قلت لي ا شيت اوف بيبر، فدي معناها كده فرخ ورق، ولو قلنا تو شيتس فرخين ورق، صفحتين يعني. طيب الحاجه الثانيه، كلمه لو انت قلت لي ا بيبر على طول كده، فدي معناها جريده وجمعها بيبرز، جرائد. طيب الجمله اللي بعد كده بقول لك hard study is not for success، بقول لك ان المذاكره الجاده هي ايه، لاجل النجاح. تعال نشوف trivial دي زي trifling بالظبط، معناها تافه وملوش لازمه. insignificant دي والله بتسويها ملوش لازمه. survival دي البقاء حيا. essential يعني اساسي او ضروري، على فكره كان ممكن نقول significant هنا بس من غير ان يعني. الجمله اللي بعد كده have made audio adverts possible، ايه اللي حول الاعلانات الصوتيه الى شيء ممكن. rings دي الحلقات، tearing اللي هو اللي هو الصوت الدائري. تريننج اللي هي تدريبات، وترينرز دي معناها المدربين، ومعناها برضو حذاء الكره. برينج يور ترينرز اند ليتس بلاي ماتش، هات لي الكوتش بتاعك وتلعب ماتش كوره. لايف از نوت ا بروبلم تو بي سولفد، الحياه ليست مشكله لنحلها، بات ا رياليتي تو بي، ولكنها واقع لابد ان اكسبيرينسد نواجهه. اكزيستد معناها موجود وما يوجدش مجهول اصلا. survive يعني يبقى حيا او يبقى على قيد الحياه. nominate معناها يرشح، على سبيل المثال لما اقول لك you are nominated to take a course، يعني انت تم ترشيحك للحصول على تاخذ كورسا. المهم احنا اخترنا كده experienced من الاول، اللي هي الحياه هي واقع لابد ان تواجهه او تعيشه. is medicine in medicine have made people life long live longer، الايه في مجال الطب جعل الناس يعيشون فتره اطول. proverb دي معناها الحكمه والمثل. طيب زي مثلا اقول لك he who digs a ditch for another himself falls in، من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، ده proverb. advocates يعني يدافع. advance اللي هو مقدم.
او التقدم. ولو قلنا ان ادفانس معناها مقدما، وادفانسز معناها برضو التقدم او مظاهر التقدم. تالي كده ادفانس يتقدم، ادفانسز اللي هي مظاهر التقدم، ان ادفانس يعني مقدما. طبعا دي الاجابه. ادفيرس الاعلانات، الايه في مجال الطب خلت الناس يعيشوا فتره اطول، اكيد التقدم. ادخل لي على 43، زيز بيتس هذه الحيوانات الاليفه not a lot of care and attention to be bred well. الحيوانات الاليفه دي محتاجه رعايه علشان تتربى كويس، تتطلب يعني. طب ما تيجي نشوف انكوير معناها يتساءل، واكوير معناها يكتسب، اخت اوبتين لو انت فاكرها، ريكوير معناها يتطلب، وانكوير اخت انكوير دي، وهما الاثنين معناهم يتساءل. طب موجود في مذكره الملاحظات، يا ريت تبص عليها. اكسرسايز از ذا اونلي واي تو جيت ا نوت ستمك، التمارين هي الطريقه الوحيده للحصول على معده ايه افتر هافينج ا بيبي، بعد ما يتم انجاب الطفل. فات يعني سمين، واكيد فلات يعني مستويه، يعني الانسان ما يكونش بطنه عامله كده يعني بظهر البره. عشان تخليها فلات كده فانت محتاج تعمل تدريبات يا فندم، او محتاجه تعمل تدريبات يا فندم سوري. since the matter has been ايه badly، لان المشكله تم ايه بشكل سيء. the company will hire a new manager، الشركه هتوظف مدير جديد، وكلمه هاير معناها يوظف، زيها بالظبط كلمه امبلوي. شرانك دي معناها ينكمش، وهاندلد يعني يتم التعامل معها، معناها يتعامل مع. ودي الاجابه والجمله على بعضها بيقول لك لان منذ تم او لان المشكله تم التعامل معها بشكل سيء، فسيتم استبدال المدير بمدير اخر. Your child must be not، لابد لطفلك ان يكون ايه، he wants to know everything. ده بقى مش لابد، دي معناها ابنك ده اكيد ايه، اكيد هو curious يعني عيل فضولي. لو انت فاكر بتساوي كلمه nosy، وبتساوي كمان كلمه inquisitive اللي معناها فضولي. فالواد ده الفضولي هو عايز يعرف كل حاجه حواليه. The report contained dire note about eating too much fat and salt. بقول لك التقرير بيضم ايه فظيعه عن تناول اللي هو الدهون والاملاح. تعال نشوف. warnings يعني تحذيرات، بلانز يعني خطط، وسكيمز التنظيمات والانظمه، سكيم يعني نظام يعني، واستراتيجيز يعني استراتيجيات. تعال بقى نترجم كده عشان نشوف الراجل عايز تحذيرات ولا ايه. بقول لك ان الريبورت بيشتمل على ايه، عن تناول الدهون، اكيد تناول الدهون دي حاجه غلط، يبقى اكيد تحذيرات مش استراتيجيات. الجمله رقم 48 بيقول لك people are advised to، الناس ينصحون بان، not all paper rather than throw it away، الناس بننصحهم ان هم يعملوا ايه في الورق بدل ما يرموه في الشارع، اكيد ريسايكل يعني يعيد استخدام. measure دي معناها يقيس، ومعناها برضو معايير، لو انت قلت measures معايير زيها measurements. dissolve معناها يتحلل، وسايكل معناها يركب الدراجه. لما اقول لك I don't like to cycle to school، ما بحبش اركب الدراجه اروح بها المدرسه. for young children بالنسبه للشباب يعني الاطفال الصغيرين، getting dressed ان هم يلبسوا هدومهم is not business، يعد امرا معقدا complicated. easy سهل، وبلين يعني ساده، لما اقول بلين بسكت بسكوت ساده يعني معناها واضح، سمبل يعني بسيط، والموضوع مش بسيط خالص، ده هم بيعيطوا وبيعملوا حوارات صعبه. 50 بيقول لك treatment the treatment may bring short term ايه، بيقول لك العلاج ربما يسبب ايه قصيره المدى، to AIDS sufferers للمعانين الذين يعانون من مرض الايدز. طبعا فيرجن يعني اصدار، فوتس يعني اصوات، او اللي هم اصوات الانتخابات يعني، وبنفيتس معناها فوائدا، وسيرفيسز للاسطح. بيقول لك ان العلاج ده ربما، العلاج ربما يكون له فوائد على المدى القريب للناس اللي بيعانوا من مرض الايدز. if you don't make the best use of this knot you will regret a lot، لو لم تحسن استغلال هذه الايه ستندم. الراجل في اول اختيار قال لك opportunity، لو لم تحسن استخدام هذه الفرصه فستندم في الاخر. loyalty دي اللي هي الولاء بالمناسبه. the protest movements الحركات الاحتجاجيه has not into a well organized political party، political party معناها حزب سياسي. فبقول لك ان هي تم يعني الاحتجاج ده تطور الى حزب سياسي. كلمه يتطور اللي هي اسمها ايفولف، زيها كلمه ديفلوب بالظبط يعني. وعندك نظريه اسمها الايفوليوشن ثيوري اللي هي نظريه تطوريه بتاعه الراجل اللاسع ده اللي كان اسمه داروين. فاليو يعني يقدر او يقدر او يقدر او او يقيم، وريفولف دي احنا خدناها في اول وحده كانت عكس كلمه سبين، لا كانت بتساوي سبين، كانت بتساوي كلمه سبين. وانفولف يعني يتطور يعني يشتمل على، ومعناها ينخرط في امر ما. على فكره انفولف دي اخت اميرس اللي معناها ينغمر في امر او ينخرط في امر. These chords include 3D and surround sound، بقول لك ان دي اختصار لمين؟ دايمنشنال، ودي مش محتاجه فتي.
She is going to call us once she reaches the airport. هتتصل بنا بمجرد ما توصل المطار. Once اللي معناها بمجرد أن، هنا عبارة عن adverb ظرف ولا conjunction رابط ولا noun اسم ولا adjective صفة. حضرتك مطالب إنك تحفظ الكلام ده، لأنك لو ما حفظتوش تبقى مصيبة. المهم كلمة once دي بمجرد أن عبارة عن رابط أصلا، يبقى conjunction. Internet not threaten people's private life details. الإنترنت إيه؟ بيهدد حياة الناس الخاصة، أكيد الهاكرز. شاترز اللي هو الترباس بتاع الباب، مونيتور ده اللي هو المراقب او معناها شاشه، ووكرز اللي هم المشاه الناس اللي ماشيه على رجليهم. رقم 56 careful consideration should be given to، الرعايه الواضحه يعني لابد ان تعطى الى الايه، of health and safety. تعال نشوف duties اللي هي الواجبات، sensor اللي هي الحساسات، ودراجز اللي هي العقاقير، وايشوز هنا معناها قضايا. بيقول لك ان الاهتمام لابد ان يعطى لقضايا الصحه والامن. It's important to know the exact dimension of the room. بقول لك انه من الواضح او من المهم، سوري، انه من المهم ان احنا نقيس البعد الحقيقي للغرفة. وكلمة يقيس اللي هي measure. Appreciate يعني يقدر. طب ما انا يا مستر ممكن اقول لك المفروض نقدر البعد الحقيقي للغرفة، هروح انا عامل دي كده وهقول لك يا حبيبي الغالي. كلمة appreciate حكينا موضوعها مرة واثنين وثلاثة، وهنقول للمرة التاسعة معناها يقدر اللي معناها يشكر. فعشان كده بقول لك I appreciate you، I appreciate you، أنا أقدرك بمعنى أشكرك. طب كلمة estimate اللي كان معناها يقدر برضو، بس دي معناها يقدر عدديا. طب وعندك كلمة كمان measure، measure دي معناها يقيس، يقيس شخص عشان يعمل له هدوم أو يقيس الغرفة ويسع الغرفة وكده. طيب جينا عند كلمة recycle يعيد استخدام، و involve بتساوي كلمة immerse اللي معناها يغمر. He gave us، he gave up، تخلى عن الايه، الوظيفة الايه، in order to freelance، عشان يعمل بشكل مستقل، فهو تخلى عن وظيفته الايه. تعال نشوف permanent اللي معناها دائم، direction اللي هو الاتجاه او الوجهة، terminal اللي هي الصالة، وcreation اللي هو الخلق او الابداع، فاكيد تخلى عن وظيفته الدائمة. Yoga not breathing exercises stretching and meditation. meditation دي اللي هو العلاج بالتأمل، يعني انك تغمض عينك وتفضل تأمل وتفكر كده زي المجانين. involve معناها يشمل، على consist عايزه of بعديها ومعناها يتكون من، persist اللي معناها يثابر او يعني يستمر في شيء، insist معناها برضو يصر على او يستمر في شيء. المهم يا عم الراجل بيقول لك ان اليوجا بتضم، بتشتمل على التنفس وما اعرفش ايه كده وحاجات كتير. اخر صفحه معانا there are many modern communication on smartphones. بيقول لك ان هناك الكثير من الايه بتاعه التواصل على السمارت فونز. تعال نشوف appendixes دي اللي هي الملحقات، applications اللي هي التطبيقات، اكيد هي دي يا فندم، abbreviations اللي هي الاختصارات، وcollections اللي هي المجموعات. فرج بيقول لك ان في كثير من التطبيقات اللي على الابلكيشن على التليفون. خد بالك application ده، هي application ممكن تساوي كلمة app وممكن ما تساويهاش. application دي حضرتك application بتساوي كلمة app لو معناها تطبيق، يعني هنا كده في المعنى ده معناها program، برنامج او software، برنامج على الكمبيوتر. لكن ابلكيشن ما تساويهاش لو معناها وظيفه او طلب التقدم لوظيفه، يعني طلب التقدم لوظيفه. طيب ومعناها برضه تطبيق، انك تطبق العداله والحاجات دي. بقول لك يو شود تراي مور ا مور هيلثي ابروتش، لابد ان تجرب طريقه اكثر صحه من ذلك. ابروتش هنا معناها اسلوب او طريقه، يعني مثل طريقه يعني. جيت نير يقترب من، جيت كلوزر يقترب من، هما الاثنين بيساووا كلمه ابروتش فعلا والله العظيم، بس لو معناها يدنو من. دونت ابروتش ذس دوج، لا تقترب من هذا الكلب. هنا بقى دونت جيت نير او جيت كلوزر. سيرفيس دي اللي هي السطح. شي از توكينج، شي از تيكينج ان ادفانسد كورس ان انجلش، هي بتاخد كورس متقدم في مجال اللغه الانجليزيه. ادفانسد هنا معناها متقدم عكس المتقدم. تعال نشوف امبروفد معناها متحسن، حسنه، وريتارد معناها متاخر او متخلف، اكيد هي دي. ديفلوبد معناها متطور، وانهانسد معناها معزز، فاكيد يا مستر الكلمه دي. طب مستر انا اول مره اشوف الكلمه دي. على فكره انت ممكن تحل السؤال من غير ما تعرفها برضو، ما هي دي ودي ودي معناهم ايجابيه. انت عايز حاجه عكس التقدم، يبقى اكيد الكلمه اللي معناها مش ايجابي يا ابني، خليك فاهم. immerse your foot in cold water، اغمر رجلك في ماء بارد. كلمه immerse اللي معناها اغمر هنا بتساوي كلمه سوك اللي معناها برضو يغمر. كيك معناها يضرب برجله، شير معناها يشارك او يتشارك ومعناها حصه، وانفولف معناها يشتمل على او يتضمن على، او ولو قلنا انفولف معناها زي ما قلنا immersed. The Normans conquered النورمانيون دول،
غزوا انجلترا في سنة 1066. كلمة بتساوي كلمة كونكر، هنا بقى عايزك تفهم وتركز في حتة معينة هنا هقولك عليها. البريت يعني يتحرر أو يحرر، سيز معناها يؤثر أو يستولي على، ديموند يعني يطالب بيه، وادفوكيت يعني يدافع عنه. عايزك تعرف إن كلمة كونكر دي بتساوي كلمة اوفر كم اللي معناها يتغلب على، لو بنقول على المخاوف وكده، لكن هنا سيز بمعنى يتغلب على اللي هي معناها يؤسر، يدخل دولة ويحتلها. ممكن نستخدم مكانها هنا يا فندم كلمة اوكيوباي. اوكيوباي لما اللي معناها يحتل، منها اوكيوبيشن الاحتلال، وكلمة اوكيوباي يشغل وقته ويشغل حيزا، انت فاهم اكيد. ارتفيشال انتليجنس اللي هو بيختصروه بـ AI will master life soon، الذكاء الاصطناعي سيسود الحياة قريبا. الكلمة اللي هي عكس ارتفيشال، الحاجة الصناعية عكسها طبيعي. طب ما تيجي نشوف كده، natural طبيعي، unnatural غير طبيعي، synthetic اللي هو معناه حركي، وman made اللي هو من صنع الإنسان، يبقى أكيد هي عكسها natural. my aunt will have an operation tomorrow، عمتي هتعمل عملية بكرة، يبقى هي كده مريضة. operation هنا معناها surgery، أكيد عملية جراحية يعني، فsurgery. طيب الجملة اللي بعدها بيقول لك السينونيم بتاع كلمة spectacularly، spectacularly معناها بشكل مميز رائع، بتساوي boringly بشكل ممل، ضل يعني ضاحل يعني اللي هو ايه زي عميق كده، uninterestingly دي عكسها، يبقى اكيد brilliantly معناها بشكل مبهر، وممكن magnificently، وممكن astonishingly. this artificial fabric، هذا القطن الاصطناعي، has the texture of silk، ليه ملمس الحرير يعني. كلمة artificial هنا صناعي بتساوي، تعال نشوف كده بتساوي مين في صناعي دي. أول حاجة كده normal اللي معناها طبيعي، natural طبيعي، man made صناعي زي ما قلنا، و arrogant متكبر، بتساوي كلمة conceited اللي معناها متكبر، وعكسهم humble اللي معناها متواضع. أكيد يعني أنت فاكر الكلام ده وشفته قبل كده كتير وأنت حافظه. طيب our new villa، الفيلا الجديدة، is not by a large garden، الفيلا الجديدة بتاعتنا محاطة بي، يبقى surrounded اللي هي فين surrounded، اهي surrounded. appeared معناها ظهر، وانت اصلا لما لقيت is وبعدين appeared فاستبعدتها، ما انت عارف ان appear ما تجيش مجهول، انت خربوش. separated معناها منفصل، عكسها connected. disappeared معناها اختفى، وعكسها appeared. photosynthesis البناء الضوئي، is that not by which، هي العملية التي فيها النباتات وال and other certain organisms transform، مهم يعني العملية التي من خلالها النباتات والكائنات الدقيقة الأخرى بتنقل أو بتحول الضوء إلى طاقة، أكيد العملية اللي اسمها process، لكن operation عملية جراحية، industry يعني صناعة، وممكن نقول tourist industry، مصطلح جه في بالي دلوقتي كده، tourist industry اللي هي صناعة السياحة، ميكانيزم اللي هي الميكانيزم اللي هي الآلية بتاعة الشيء. طيب بقول لك بعد كده يا فندم في 71، she usually works hard، دي احيانا بتشتغل او دائما بتشتغل باجتهاد. هي ايه herself in her work، free يعني يحرر، imagine يتخيل، immerse بمعنى يغمر نفسه او يصبح مندمجا في شيء ما، avoid يتجنب، وما تنساش ان في كلمه اسمها void اللي معناها خال من. anode is a vehicle or a machine that is intended to travel through space، اللي هتمشي في الفضاء كله. تعال نشوف اللي هي سبيس كرافت اكيد يعني، سبيس وورد اللي هو جناح الفضاء، ترين القطار، وباص الاتوبيس على قدهم، دول اخرهم الارض جنب العربيه بتاعتي. وي باكد هير اب وين شي كومبلينيد اباوت وركينج كونديشنز، ذات مينز هنا في ملحوظه عايز اقول لك عليها الاول قبل ما اقول لك الاجابه. وركينج كونديشنز اللي معناها الظروف العمل، وركينج لايف الحياه العمليه، وركينج سالري الراتب بتاع العمل. المهم to back someone up دي معناها to be around him، to surround him، يبقى انت عايز هنا كلمة او supported him يعني دعمته، انك تحيط بالشخص، تبقى مع الشخص يعني تدعم الشخص. ignore يتجاهل، و punish يعاقب، و reward يكافئ. it was a gloomy room، لقد كانت غرفة كئيبة. that was poorly lit، مضاءة بضوء ضعيف جدا من بلمبة لمبة تعمل بالوقود. gloomy يعني كئيب، عكسها الكئيب عكسه تعال نشوف. اول واحده كده بليزنت اللي معناها صار، اكيد دي هي دي، ضل يعني ضحل، دريسنج معناها يعني الباس الشخص ملابسه، بليزد معناها مسرور، خد بالك بليزد يعني مسرور، لكن بليزنت معناها صار. على فكره كان ممكن نقول بقى ان هي كانت تشيرفول معناها مبهجه، ولا مبتهجه، ولا تشيرنج اللي معناها مبهج، لا كنا هنقول تشيرنج، فاكر انت كنا بنقول تشيرنج نيوز اخبار مبهجه، فكنا نختار تشيرنج، لكن الشخص تشيرفول شخص مبتهج.
في 75 بيقول لك when Mazen's father died، لما ابو مازن مات، مازن نوت a lot of money as inheritance، يعني كميراث، gain money هي اللي صح هنا. طب ليه gain money يعني يكسب فلوس دون مجهود، beat يعني يهزم، win يعني يفوز بالكأس او يفوز في المباراة، earn money يكسب فلوس بعد عمل. لو انت موظف بتكسب 1000 يبقى ده earn money، لو انت خدت ميراث مليون فدي gain money. ايه من دول means in general اللي هي عموما، اللي هي اسمها on the whole. فين on the whole؟ وش on the whole وان جنرال انت حافظهم بمعنى